معنا اتصال الأخ مشعل من الرياض. نعم. أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا مشعل، تفضل. السلام. الله يحفظك. أنا إذا عندي سؤال، المسلم أو المؤمن خرج من منطقة مثلا الرياض إلى مكة وأراد أن يجمع مثلا، ويعني وصل مثلا وقت العصر ومع الظهر أو المغرب مع العشاء، هل يحق له جمع تقديم أو تأخير؟ طيب شكرا يا مشعل. يا أخي المسافر يجمع، يباح له الجمع ويتبع الأرفق به. إن كان الأرفق به جمع التقديم فإنه يجمع جمع تقديم، وإن كان الأرفق به جمع التأخير فإنه يؤخر في وقت الثانية. ولكن إذا كان نازلا مثلا وأراد أن يرحل من منزله في السفر قبل أن يدخل وقت الظهر فإنه يؤخر الظهر ويصليها مع العصر جمع تأخير. وأما إذا دخل وقت الأولى وهو لا يزال نازلا في السفر فإنه يصلي جمع تقديم، يصلي الأولى ثم يجمع إليها الثانية ويرحل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم.